كان هذا عن التطورات العربية بشكل أو بآخر. أعود مع حضراتكم إلى دكتور نزار نزال، هو الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، حول الحديث حول انتكاسات، يحدثني من جنين، حول انتكاسات الكيان المحتل سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى القانوني، يواجه صعوبات بشكل أو بآخر لكنه يمضي في نفس الطريق. كيف توصف الحالة الحالية دكتور نزار؟ وأرحب بك مرة أخرى. مساء الخير لك وللمشاهدين. نتنياهو منذ اللحظة الأولى يعني صار في الطريق الخطأ، ويبدو أن هناك انتكاسات في كل المجالات سواء العسكرية والأمنية والدبلوماسية وأخيرا القضائية. بالتالي هذه الضربات التي تتعرض لها الدولة العبرية جعل الوضع بشكل عام حالة من الإرباك وحالة من الفوضى. نتنياهو صباحا يتكلم بموضوع، ومن ثم عند الظهيرة يعود لينفيه، وعند المساء ليجد الوسيط والوسط وكل تفاصيل الموضوع شرقا وغربا. يوم أمس كان هناك، صحيح أن محكمة الاي سي جي الانترناشنال كورت جاستيس كان قرارها أعور وكان قرارها مكسور، لأنه من المفروض بعد مضي 8 شهور على المذبحة داخل قطاع غزة، الأصل أن يكون هناك قرار قاطع بوقف إطلاق النار في كل قطاع غزة والترك معبر رفح للفلسطينيين والمصريين. هناك تخصيص على ما يبدو في القرار عدم مهاجمة رفح واجتياحها والانسحاب من المعبر، وبالتالي أعتقد أن محكمة العدل الدولية، صحيح كما قلنا القرار أعور ومكسور، ولكنها وجهت ضربة ليست بالبسيطة للكيان الإسرائيلي قضائيا. وقبل عدة أيام كان هناك حديث عن مذكرات من قبل الاي سي سي الانترناشنال كورت كريمينال، وهي محكمة الجنايات الدولية، مذكرات لاعتقال قيادات في الدولة العبرية فيما لو لم ينفذ الاحتلال هذه القرارات، وفيما لو لم تنفذ الدول الموقعة على ميثاق روما فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وفيما لو أمريكا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن إذا ما ذهبت جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن من أجل تفعيل الباب السابع والمادة السابع والباب السابع، وهو هذا الباب يتكون من 13 مادة في القانون من 39 إلى 51. بالتالي سيكون العالم كله محرج، أمريكا محرجة والدول الغربية محرجة، وكسر ظهر القضاء في العالم، وبالتالي لا يوجد مفر أمام الدولة العبرية والولايات المتحدة الأمريكية والنظام الرسمي الأوروبي إلا لملمت هذا الموضوع والخروج بتخريجة إلى حد ما تكسب ما الوجه ما فهمناه. هناك حديث عن مفاوضات خلال الأيام القريبة القادمة بدعوة من إسرائيل وبطلب من إسرائيل، يبدو أن شيئا ما يلوح في الأفق في ظل الإخفاقات الكبيرة والمتراكمة منذ السابع من أكتوبر. شكل ضربة في الرأس وشكل ضربة في الكبد للدولة العبرية، أفقدها توازنها وأفقدها حتى التفكير، على الرغم من التغير الكبير في المزاج العام سواء في الشارع أو في النخب السياسية مرورا باتجاه العسكر. هناك أزمة كبيرة، نتنياهو ليس في أحسن حال، هناك حديث عن فرط عقد مجلس الحرب، وأزينكوت وجينتس حزب عسكر الدولة يبدو أنه ذاهب إلى مساحة الانفصال والطلاق عن حكومة نتنياهو. أيضا هناك حديث عن إقالة جالنت وزير الأمن بسبب الخلافات العميقة ما بينه وما بين رئيس الحكومة نتنياهو. كل هذه الفوضى نتنياهو أوجدها منذ 7 أكتوبر، والآن هناك سجال كبير ما بين الطبقة الحاكمة وما بين المؤسسة العسكرية والأمنية عن الإخفاقات التي حصلت في 7 أكتوبر. هو الحقيقة هناك حالة إرباك شديدة في الداخل الإسرائيلي، خاصة في حكومة الحرب الإسرائيلية. يعني أود أن أستكمل الحديث مع حضرتك، لكن فقد جاء موعد موجز الأخبار على موعد آخر دكتور نزار إن شاء الله، لأني أريد أن أستمع أكثر وأكيد المشاهدين إن شاء الله يعني لمزيد من التحليل وحول حالة الإرباك الشديد
والارتباك الشديد الموجود في الداخل الإسرائيلي بشكل عام خاصة في الحكومة. شكرا جزيلا دكتور نزال الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، كل التحية لحضرتك.